خليني اروح لزميلنا امير هشام ويطمننا على التمرين النهارده كانت ماشيه ازاي، واللاعبين احوالهم ايه واخبارهم ايه من خلال طبعا تواجده في تمرينه النهارده. امير مساء الخير عليك يا امير. مساء النور عليك يا كابتن فاروق، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. تحياتي ليك يا امير، طمني على الفريق النهارده وتمرينه كان عامل ازاي. طبعا النهارده كان المران الاخير بالنسبه لنادي الاهلي استعدادا لمباراه الغد امام فريق سموحه في الاسبوع رقم 31 من بطوله الدوري العام، واللي خلاص حسمها النادي الاهلي بشكل رسمي قبل جوله من هذه الجوله مباراه الغد. بالتالي الاستعدادات كانت مستمره من قبل النادي الاهلي، اللاعبين كلهم مستعدين، وبالتحديد اللاعبين اللي يمكن ما كانوش بيشاركوا يا كابتن فاروق خلال الفترات السابقه بشكل اساسي، فبالتالي عندهم دوافع مختلفه وعندهم تركيز كبير جدا ان هم يحاولوا يثبتوا وجودهم ويقنعوا الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري ان هم لاعبين مهمين في صفوف النادي الاهلي. فبالتالي طبعا الاستعدادات كانت قويه من بالنسبه للفريق خلال مباراه او خلال طبعا تدريب اليوم. المران النهارده كان في تمام الساعه 11:30 صباحا ابتدى المران، كان قبلها في محاضره من كابتن حسام البدري للاعبين اتكلم فيها عن اهميه المباراه واهميه استمرار الفريق في الفوز، خصوصا ان زي ما احنا عارفين يا كابتن فاروق النادي الاهلي تحت قياده كابتن حسام البدري حقق 16 انتصار متتالي لغايه مباراه طنطا السابقه، والقدر الفريق يفوز فيها بنتيجه 2-1. ان شاء الله النادي الاهلي لو قدر يفوز في مباراه الغد امام فريق سموحه هيعادل الرقم القياسي الخاص بمستر مانويل جوزيه، وهو 17 فوز متتالي في موسم واحد بالنسبه للنادي الاهلي، والرقم الاكبر هو 21 فوز متتالي وكان برضه باسم النادي الاهلي، لكن ده كان على مدار موسمين ورا بعض. فبالتالي في دوافع كبيره بالنسبه للفريق سواء الجهاز الفني او اللاعبين ان شاء الله ان هم يحققوا فوز مهم على فريق قوي زي فريق سموحه ان شاء الله في مباراه الغد. المران ابتدى كان في بعض الجوانب البدنيه الخفيفه، خصوصا خلاص الجهاز الفني بينزل من المعدلات البدنيه خصوصا المباراه ان شاء الله غدا، وكان ايضا في بعض تدريبات الكره مع نهايه المران كان في تقسيمه شارك فيها جميع اللاعبين المتاحين بالنسبه للكابتن حسام البدري خلال التقسيمه دي، وادوا بشكل جيد جدا. وايضا كان في تدريبات على الكرات الثابته مع نهايه المران تحت اشراف ايضا كابتن حسام، واللي شارك فيها بعض اللاعبين زي صبر رحيل وليد سليمان ميدو جابر ومروان محسن وادوها بشكل جيد، وايضا كان معاهم احمد حمودي. الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه للفريق، ان شاء الله مش ناقص غير التوفيق خلال مباراه الغد، وان شاء الله يقدر الفريق يأدي مباراه جيده كابتن. طيب بالنسبه للاعبين المصابين النهارده كان تمرينهم عامل ازاي يا امير؟ خليني اقول لك ان قبل المران بحوالي نصف ساعه يا كابتن فاروق كان في تدريبات تاهيليه لكل من باسم علي وسعد سمير وايضا شريف اكرامي، خصوصا ان هم بيعانوا من بعض الاصابات المختلفه، يعني التدريبات كانت مهمه تاهيليه بالنسبه لهم عشان ان شاء الله يكونوا لائقين خلال المرحله المقبله يكونوا جاهزين. هم خلاص على وشك العوده بتحديد هذا الثلاثي سعد سمير وباسم علي وايضا شريف اكرامي خلال الفتره المقبله ان شاء الله ممكن يكونوا جاهزين، لكن في المقابل غاب عن المران باكاماني ملامبي اللاعب الجنوب الافريقي، وده بسبب عنده نزله برد يعني دي اللي خليته ما يشاركش في مران النهارده، ده بالاضافه لغياب احمد فتحي غياب ايضا بعض اللاعبين سواء عبد الله السعيد عن هذه المباراه، ده بالاضافه ايضا لعلي معلول اللي مصاب زي ما احنا عارفين عنده جزع في الكاحل، وده اللي بيغيب يعني من خلاله خلال الفتره الجايه مع النادي الاهلي بسبب المشاركه كانت في مباراه كوستاريكا ما بين تونس وكوستاريكا واللي اتصاب فيها علي معلول. لكن ان شاء الله يعني اللاعبين المصابين في طريقهم للتجهيز ان شاء الله ان هم يعودوا لاقرب وقت للنادي الاهلي خلال الفتره المقبله ان شاء الله يا كابتن فاروق. ان شاء الله، لكن الكلام عن تجهيزات مباراه الكاس بالنسبه للاعبين المصابين دول يا امير، ان مين اقرب الناس ممكن يبقوا متواجدين في مباراه الكاس؟ يعني احنا عندنا معلول الى حد ما بعيد خلاص يعني. لا علي معلول صعب يا كابتن فاروق. علي معلول كان يعني اعتقد لسه قدامه اسبوعين كمان عشان يدخل. هو كابتن دكتور خالد قال 3 أسابيع عامه، هو عدى منهم اسبوع يبقى ناقص اسبوعين يا كابتن فاروق ويدخل التدريبات الجماعيه مع الفريق عشان يجهز بقى للمباريات الرسميه، فبالتالي علي معلول صعب. لكن بما اننا شفنا التدريبات النهارده تدريبات تاهيليه بالنسبه للاعبين المصابين ان هم سعد سمير وباسم علي وشريف اكرامي، فهم الاقرب ان هم يكونوا متاحين للكابتن حسام البدري خلال المباراه الداخليه ان شاء الله، واللي هي مباراه قويه ومهمه جدا للفريق في كاس مصر، دول الاقرب ان هم يكونوا متاحين للكابتن حسام البدري. لكن فيما عدا ذلك طبعا ده بالاضافه ان شاء الله عوده احمد فتحي كمان خلال المباراه المقبله، زي ما احنا عارفين مباراه الغد بيغيب عنها
عمرو السولية للايقاف، ايضا وليد ازارو للايقاف. ممكن وليد ازارو عنده اصابه خفيفه جدا، يعني ما كملتش الشد في العضله الخلفيه، يعني وليد ان شاء الله خلال يومين او حاجه هيخش التدريبات بشكل طبيعي مع الفريق، وهيكون متاح ايضا في مباراه الداخليه، خصوصا ان هو ايضا كمان عنده ايقاف ثلاث مباريات فمش هيشارك بكره، فهيكون متاح لمباراه الداخليه ان شاء الله. هم دول اللاعبين القريبين جدا ان هم يكونوا متواجدين ان شاء الله في مباراه الداخليه كابتن فاروق. بس لكن جميع اللاعبين لسه في اصابات طويله شويه، ان شاء الله يجهزوا خلال المرحله المقبله باذن الله. النهارده خليني اقول لك ايضا ان عدد التدريبات الجماعيه وليد سليمان واللي كان بيعاني من اصابه خلال الفتره اللي فاتت، وواضح ان هو جاهز ايضا للفتره المقبله بالنسبه للنادي الاهلي مختلف المباريات يا كابتن فاروق. ربنا يوفق ان شاء الله ويشفيهم ويرجعهم بالسلامه لفريقهم امير، كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا. بشكرك امير، امير زميلنا طبعا امير هشام.